اخر صيحات الفهلوه اللي السيسي ورثها لنظامه انك تعالج ازمه الدولار في السوق السوداء مش بانك تزود الانتاج، لا، او انك انت توقف المشاريع الفنكوشيه، لا لا، تعالجها بالفهلوه. فتطلع اشاعه وكذبه كده عن انه في حاجه اسمها الدولار او الدولارات المجمده، اه والله، عشان تضحك بيها على البسطاء. وده اللي صفحه ما تصدقش النهارده خرجت وقالت عن الدولارات المجمده. خالد ابو بكر مقدم، في حاجه اسمها الدولار المجمد، ايه ده؟ امريكا بتقرر تجمد او تجميد العمله بالسيريال نمبر، يعني لا يتم التعامل بها خارج الولايات المتحده الامريكيه. جديده دي، امريكا اللعينه بتطبع دولارات وتخبيه عندها وما تطلعوش بره امريكا. جديده دي. الاستاذ حافظ المرازي اللي عايش في امريكا اتهز من المعلومه دي وخرج كتب عن الدولارات المجمده، وقال لك افهم ان اللجان الالكترونيه تروج شائعات عن وجود شيء في الشارع المصري اسمه دولار مجمد، وهي اكذوبه، ان رقم البنكنوت محظور بعقوبات امريكيه، وهذا تهريج مخالف لاي منطق، لان الحظر والعقوبات على الحسابات وليس على اوراق العمله المتداوله. لكن المصيبه ان يشارك اعلاميون في حمله هذه الاجهزه بترويج شائعات هدفها تخويف الناس من تغيير العمله في السوق السوداء ب 51 جنيه للدولار، وكانهم يعتقدون ان الاصرار على سعر 31 جنيه في البنك ليس تهريجا بعيدا عن الواقع بالمثل. ترويج الشائعات ليس هو الحل الوطني لمشاكل الاقتصاد المصري. عيب، ما رضيش يكتب اختشوا، اختشوا. اما نموذج الفج الصادم لتجسيد الفهلوه والدجل مع بعض فهو لجوء عمرو اديب اكبر مذيع عندهم، لجوءه في البحث عن حلول لازمه الدولار وسد النهضه وغيره، بيلجا مش لمحافظ البنك المركزي اللي هو مبقاش فيه محافظ بنك مركزي، جابوا واحد بتاع كوبايه عملوه قائم باعمال محافظ البنك المركزي، اكتر منصب اقتصادي في مصر، جاب واحد بتاع كوبايه وكاس يعملوه، هو ده قائم باعمال. وبالتالي عمرو اديب لما يجي يبحث في مشكله الدولار يلجا للمشعوذين والدجالين وبتوع الثلاث ورقات، فيلجا عمرو اديب الى خبيره التارو ويسالها الدولار هينقص ولا يزيد؟ في 24 الدولار هيزيد ولا هينقص؟ ده سؤال تاني، لحظه. الدولار قدام او يعني وضع الجنيه في عام 24، لا خلينا في السؤال الاولاني زي ما انت قلت، هو ده الدولار هيزيد ولا ينقص؟ الدولار قيمه الدولار هتزيد صح؟ هل قيمه الدولار هتزيد في 2024 في مصر مش كده؟ مصر اي من مصر ما عملناش. هل قيمه الدولار هتزيد ولا هتنقص؟ هتزيد. هتزيد، ده انت ما خدتيش وقت. تاخد وقت ازاي عامل مع ست متخصصه؟ انت بتكلم خبيره، انت في ايه يا معلم؟ دي سالتك بدقه في مصر مش في العالم، ها؟ في مصر. فما خدتش وقت لانه قلبت انت شفت الورق اللي هي قدامها قلبته، فالورق قال لها النتيجه. لكن لا بقى بنك مركزي ولا خبراء اقتصاد ولا اي حاجه ولا دراسات جدوى. حتى الازمات الكبرى زي سد النهضه اللي هي تخص الامن القومي المصري وتخص اجيال جايه وتخص وجود مصر، اصبح مفتاح او البحث عن المشكله دي مع خبيره الطارو والمندل اللي بتقول لك هيأثر بس مش هيتحل، مش هيتحل بس مش بالمفاوضات. اسمع كده بشأن سد النهضة، شوف لنا سد النهضة كده أخباره إيه عندك؟ أرد على السؤال الأولاني الأول اللي هو هنرجع للمفاوضات، هل هنرجع لمفاوضات مع إثيوبيا؟ سد النهضة هنرجع للمفاوضات مع إثيوبيا؟ هي مش مفاوضات، لو إحنا هنعمل حاجة في تعاطي مع إثيوبيا بس مش مفاوضات. حاجة عنيفة يعني ولا عادية؟ لا مش عنيفة، لا مش عنيفة، يمكن شكل مختلف من المفاوضات أو حد مختلف هيتولى موضوع المفاوضات، يعني في حاجة مختلفة حتى لو مفاوضات بس فيها اختلاف، لأنه كمان يعني يمكن ما تبقاش معلنة على الأقل من الأول، مش هتبقى معلنة. هل سد النهضة هيأثر على مصر في سنة 24؟ هيأثر على مصر في 24؟ سلبا، مش سلبا، مش سلبا، مش سلبا، بس أحداث كتيرة هتخص سد النهضة، عناوين في الأخبار يعني هيبقى ترند، موضوع سد النهضة هيبقى مؤثر وقوي في عناوين الأخبار. يعني كتاب القراءة ده هو اللي حل المشكلة، ان هتتحل مشكلة سد النهضة بس مش بالمفاوضات ولا بالعنف. طب بايه؟ حد هيتدخل،
طب هيأثر مش سلبا بس هيبقى عناوين في الجرايد. طب وفين بقى خالد منتصر في الدجل ده؟ فين المثقفون المزيفون في الدجل ده؟ يعني اكبر برنامج على فكره، ده مش برنامج عادي يعني، ده اكبر برنامج، ده اغلى مذيع في العالم العربي، مرتب عمرو يعمل استوديوهات، يعمل قنوات، مش يعمل برامج، يعمل قنوات، وده البرنامج رأس الحرب عندهم. ما سمعناش حد طلع قال ايه الدجل ده يا جماعه، الدجل على الهواء مباشره كده، وفي قضايا كبيره زي دي بنحلها بالدجل؟